فتحنا تحقيق واخذنا اجراءات في هذا المجال. التحقيق اكد ان يعني كان المرحوم موضوع على مستوى غرف تبديل الملابس وليست المرحاض المراحيض. اذا اعطينا تعليمات من على اساس هذه الحادثه اللي نتاسفوا لها كثيرا، لاننا كما نتكفل بالمريض نعطوا الرعايه والاحترام لموتانا. اذا التعليمات تاعنا اللي اعطيناهم هو تخصيص اماكن على مستوى المصالح الاستعجالات وين نقدروا نوضعوا الموتى تاعنا لمده ساعتين حتى نحولهم الى غرف حفظ الجثث.